إطار حماية صحة المستهلك وقمع الغش، لا سيما فيما يخص المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وعلى إثر معلومات واردة مفادها نشاط 5 مستودعات سرية تقوم بإنتاج توضيب تعليب والبيع بالجملة لمادة الفلان بطريقة غير قانونية بعلامات تجارية مقلدة لمختلف المصانع. على الفور تنقل أفراد فاصلة الأبحاث للدرك الوطني بغريزان بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديريتي حماية البيئة والتجارة لولاية غليزان إلى المستودعات، حيث تم ضبط 4 آلات لخلط مادة الفلان، 2 آلات تستعمل لتغليف أكياس مادة الفلان، 3 آلات تستعمل لتعبئة مادة الفلان، 2 آلات تستعمل لتعبئة مادة الكراميل السائلة، 1 آلة خاصة بتعبئة القارورات، 1 آلة خاصة بصناعة البلاستيك، 1 آلة تحميص مادة القهوة، 4 آلات لطحن مادة القهوة. تم ضبط 614808 علبة من مادة الفلان لعلامات تجارية مختلفة، حوالي 51 قنطار من مادة السكر، 200 كيلوغرام من مسحوق الكاكاو، و 27 علبة كرتونية لعطور غذائية، 16 علبة بلاستيكية تحتوي على ملونات غذائية، 75 كيلوغرام من مادة نشاء الذرة، 5 دلاء لعطور غذائية، 7 صناديق بلاستيكية تحتوي على مادة الكراميل السائلة، 132 كيس من مادة الكراميل السائلة، 75 كيلوغرام من مادة القهوة غير محمصة صلبة، 25 كيلوغرام من مادة القهوة محمصة صلبة، 50 كيلوغرام من أكياس قهوة مطحونة، صهريجين حديديين لمادة الخل، 723 قارورة من مادة ماء الزهر، 102 قارورة من مادة الخل، حيث تم إتلاف 120 علبة فلون، 10 كيلوغرام من عطر غذائي مختلف الأذواق، 121 علبة كرتونية تحتوي على مادة بودرة جيلاس منتهية الصلاحية ليتم رفع الجناح التالية: ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، عدم تسجيل علامة تجارية، إلزامية أمن المنتوج، إلزامية النظافة الصحية، إلزامية الرقابة المطابقة مسبقة الذاتية، مخالفة إلزامية واسم المنتوج، محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، عدم إشهار البيانات القانونية والتقليد.